مساء الخير. عندنا في وحدة الأبعادية، أنا من البحيرة، فأول ما برنامج التكافل والكرامة بدأ عندنا، فطبعا هم اختاروا الشباب علشان يمثلوا كل قرية أو يبدأوا يتواصلوا مع اللي يستحق الدعم فعلا. كنت أنا أول واحدة اختاروني هناك في أكتر من قرية، يعني أنا إزاي أوصل الدعم للمستحق. أنا بدأت من الوحدات الصحية، وقلت برضو ان انا اقدر من خلالها اعرف مين اللي يستحق، في نفس الوقت اعمل حاجة تانية. الحاجة التانية ديت هي ان انا اجي اتكلم مع الست او ربة المنزل، افهم الاول عندها كم طفل، الحالة الصحية، اولادها عندها كم سنة، الكلام ده. وفي نفس الوقت اخد منها البيانات واجمعها، وفي نفس الوقت ابدأ انصحها ان بلاش، لو عندك مثلا بنت كبيرة عرفيها تيجي مثلا تجيب أولاد، تجيب طفل أو اتنين، علشان إحنا نساعد الدولة زي ما هي عايزة تساعدنا. وبالفعل الحمد لله أنا قدرت أجمع عدد كبير من المستحقين. كان في ناس بتقدم بس ما كانتش تستحق، يعني في حاجات كانت بتروح مثلا زي جمعية زراعية عندها مثلا فدادين، حاجات زي دي، ففعلا كان عندها فدادين، بس هي كانت تقدر مثلا ان هي تداري الحاجة دي، بس انا كنت فعلا باخد الورق وكنت بشوف هي تستحق ولا لا. الحمد لله قدرنا. بالنسبة انا كنت واقفة هنا كنت بتمنى بس اوجه حاجة للرئيس. طبعا احنا عارفين كلنا في حرب دلوقتي، مش بس على الحدود، الحرب جوانا هنا، ان هم عايزين يوصلوا كل شاب ان يبقى عنده احباط. للاسف يا ريس، انا كنت اتمنى من وزير التربيه والتعليم يقول في خطه 2030 ان انا نغير منظومه حاجه، ان انا التربيه الوطنيه والتربيه الدينيه انها تكون خارج التعليم. خطر جدا ان احنا عندنا نظام اول ما قلنا نظام نظام. لا طبعا عظيم جدا، وانا معاكي في اللي انت بتقوليه. نفسي يا ريس ان انا نعمل مبادره نعرف الطفل يعني ايه وطن، يعني ايه دين، لان انا طبعا دلوقتي المنظومه اللي بتطلع لي وبتنشئ لي طفل صغير لا فيها تربيه وطنيه ولا فيها تربيه دينيه. بمعنى تاني ان فيها وفي منهج، بس الطفل لما بيجي يذاكر بيذاكر الحاجه اللي هيجيب فيها مجموع ويبقى مضافه ليه. فانا عايزه اعرف بس الطفل حاجه واحده بس، واعرف الناس كلها. يا جماعه مش شرط ان لما يبقى عندنا حد مثلا قتل وبقى شهيد من الجيش نتعاطف مع البلد. احنا كلنا فعلا بنمر بوقت صعب ولازم نقف جنب بعض ونتكافل، فزي ما الجيش بيحمينا من جوه من بره من على الحدود، احنا نحمي الارض ده بخوفنا وعدم احباطنا وننشر الطاقه الايجابيه، معلش، ونعلم اولادنا. الجيل يا ريس، الجيل الصغير لازم الوطنية أهم حاجة. تاني حاجة، معلش مش هطول، أنا قلت حتى لسيدنا الشيخ قلت له حاجة واحدة بس عشان متوترة شوية. كل ده متوتر. أنا كان نفسي أقول كده من زمان والله، يعني أنا فرحت جدا إن أنا بقيت من المشاركين عشان أقول صوتي. بالنسبة للإرهاب اللي بيحصل، أول ما بيحصل إرهاب في أي مكان بيوجه على طول للدين الإسلامي، وطبعاً أي حد بيجي يمسك السنة أو القرآن بياخد منه حاجات معينة ومن خلالها بيبدأ يمسك الشاب ويقول له كذا وكذا وكذا. كان عندنا الجماعة الإرهابية اللي طبعاً كانت ماسكة البلد، والحمد لله إحنا ربنا أنقذنا منها بفضل حضرتك والشعب المصري والجيش والشرطة، ما كانوش بيكلمونا في الدين، هم كانوا بيجوا طبطبوا على الاطفال الصغيره لان احنا ما عندناش وعي. في الجهه الثانيه بقى كانت بتعمل حاجه ثانيه ودي خطيره جدا، بياخدوا السنه بتاعه النبي يقولوا، بيقول ان بيقتل، بيقول ان لا، احنا مش عايزين ده، احنا عايزين الازهر الشريف يعمل لنا برنامج كويس ياخد الحاجات دي ويشرحها ويقول لا هي منعنا. نتمنى والمبادره، نتمنى دي مبادرتين، نتمنى يا ريس.
انت هتتطوع في وزاره التعليم ووزاره الاوقاف. اشكرك. بس انت ممكن تعرفي اسمك؟ احنا ما عرفناش اسمك على فكره، احنا عرفنا بس ان انت من محافظه البحيره. انا اسماء ناصر بركات الجنبيه من محافظه البحيره مركز دمنهور. انا بشكرك جدا يا اسماء. شكرا.